مرحبا فيكم. اليوم افتتاح محلات هانيا ستوري في سوق بندر شويح شارع زينة. ما شاء الله متواجدين نخبة من الناشطين والإعلاميين وباسترداد طبعا المحلات. حياكم الله. راح نشوف اللي باسترداد بعد قليل مقاطع فيديو. نشوف ما شاء الله نخبة من اخوان الناشطين الإعلاميين والبلوغرية والمدن بهذا. وايضا نقول صاحب السوق شكرا على الدعوة الكريمة من الاخ فؤاد. وايضا الدنيا ما قصرت وعلى حسن الضيافة وعلى حسن الترتيب. تشوفون مثل ما تشوفون وراكم الاجواء حلوة، الجمعة الطيبة، وان شاء الله باسترداد هانيا ستوري محلاتهم نصورهم ونوثقهم وندزها لكم ان شاء الله. تقصروا معاهم وزوروهم واسعارهم حلوة ومناسبة، محلات وايد اسعارهم حلوة. سوق بندر معروف داخل الكويت ارخص السوق داخل الكويت. حياكم الله اخوكم احمد الفضلي. شكرا على الدعوة. مثل الجناح التركي والجناح الصيني والجناح الاوروبي داخل سوق باندا 18000 متر داخل سوق باندا، وارخص اسعار في الكويت. جميع المحتويات، جميع المنتوجات، جميع كل ما تحتاجونه بالبيت وتحتاجونه في ايامكم كل شيء موجود، حتى شغل كشاف وخيمات موجود. سوق بندا صراحه وفر جميع المنتوجات والاحتياجات اللي يحتاجها الزباين او المستهلكين داخل الكويت. تكلمنا قبل شوي الاستاذ فؤاد صاحب السوق، وتشوفون ورانا ما شاء الله يجيكم نخبه كبيره من الناس الاعلاميين والبلوجر، وايضا اللي لهم باع طويل في المجال الاعلامي. خلونا مع